قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليولنا أراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خوتي. الآن سنتابع تقرير خاص بآخر قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أيضا مآل شكوى الاتحاد الجزائري وأيضا الاتحاد المصري، وهل هناك أمل لإعادة المباراتين؟ يبدو أن تطورات شكوى مصر والجزائر لإعادة مباراتيهما ضد السنغال والكاميرون المؤهلتين لكأس العالم لا تزال تداعيات هذه القضية تشغل بال اهتمامات المسؤولين في البلدين ومختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية. ومع اقتراب إصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قراره بشأن المباريات التي شابها الكثير من الغموض والتجاوزات بعد أن رفعت اتحادات مصر والجزائر ملفات إلى الجهات المسؤولة لدى الفيفا، حيث سيصدر الأخير قراره النهائي يوم 21 من الشهر الجاري. الاتحاد الجزائري سارع بإصدار بيان بعد مباراة الكاميرون الفاصلة على ملعب البليدة، وأودع شكوى لدى الفيفا يدير فيها قرارات الحكم الجامبي باكاري قسما التي أثرت مباشرة على نتيجة المباراة. واستند الاتحاد الجزائري على مسألة أن يكون هناك خطأ تحكيميا واضحا وتورط فيه الحكم قسما، وهو ما قد يكون سلاحا قويا لإعادة المباراة، مثل ما ذكر مسؤول في الاتحاد الافريقي كاف عندما اكد بان الحل الوحيد لاعادة هذا اللقاء هو طلب الاتحاد الجزائري تسجيلا للمحادثات بين حكم تقنية الفار والحكم قسما اثناء مباراة الجزائر والكاميرون، خصوصا اثناء هدف الكاميرون الاول واثناء هدف سليماني الملغى، بالاضافة الى بعض الحالات الاخرى على غرار ضربة الجزاء غير المحتسبة للخضر خلال الشوط الاول، حيث أن المحادثات بين حكم الفار والحكم قسما أثناء هذه اللقطات ستكشف حقيقة ما حدث. هي قضية مصر مختلفة عن قضية الجزائر، مصر قضية أخرى يعني تتعلق بالأحداث بعد المباراة، أيضا قبل المباراة أحداث الليزر، المنتخب الجزائري أحداث أخرى تتعلق أساسا بالتحكيم. حكيم، هي شوف القضية هذه عندها ثلاث مخارج، إما يثبت على الحكم قسما الفساد كما وقع مع جوزيف لامتي الغاني في مباراة السنغال الشهيرة ضد جنوب إفريقيا الذي كان متواطئا في الرهانات وفوز الفريق، ولكن في الأخير المباراة لم تعاد، لا أعيدت المباراة وعوقب الحكم مدى الحياة، صحيح. وهذا فساد، هنا الفساد المخرج نتاعو هو أن تعاد المباراة إذا ثبت عليه الرشوة. هنا الكاميرون يقصى لمدة سنتين، لمدة نسختين من كأس العالم لا يشارك، والجزائر تتأهل رسميا، هذا إذا ثبت الفساد. إذا ثبت أنه أخطاء تقديرية هنا الحكم فقط يعاقب، ولكن يبقى المتأهل هو الكاميرون، والجزائر ستكتفي فقط بمعاقبة قسما. لكن هناك مخرج جديد، وهو أنه أحد أعضاء الاتحاد الإفريقي قال أنه لو بالدليل كان هناك ما حدث بين غرفة الفار حكام الفار وقسمة وأنه لم يرد الاستماع لهم، هنا سيحصل له ما حصل لعبيد شالف في مباراة الوداد والترجي والأهلي المصري الشهيرة، سيعاقب قسمة، وأظن أن المباراة ستعاد لأنه ليس خطأ تقديري، ولكن هذا خطأ. ولكن في ذلك الوقت مباراة الأهلي والترجي لا، لأنه ولكن عقب عبيد شالف، ولكن أعيد له الاعتبار، ومن كان في الفار كان قسمة. إذن قسم الآن عنده سوابق كبيرة في هذه الأمور، في هذه الأخطاء. أظن أنه النتائج لن تخرج عن هذه الأربع احتمالات، وعندنا عدة دلائل وثوابت تاريخية تشهد أنه لو كانت خطأ تقديري سيعاقب فقط، لو كان خطأ فساد ستعاد المباراة ويعاقب، وإن كان رشوة أو خطأ
إيرادي هنا ستعاد المباراة. الرشوة ستتأهل الجزائر أوتوماتيكيا، والخطأ الذي يعني بإرادته وأنه كان أصر على الخطأ أي أجرى أي تغير في مجرى اللقاء هنا سيعاقب وستعاد المباراة. لكن على الاتحاد الجزائري أن يثبت بالدلائل المرئية الصوتية أو حتى الورقية تهمة الفساد أو تهمة الرشوة. واضح حكيم، تقريبا وصلنا لنهاية برنامج الكرة العربية. طبيعي جدا، نتمنى الحقيقة نتمنى أن ينجح الاتحاد الجزائري وأن ينجح الاتحاد المصري في مساعيهم من أجل إعادة هذه المباراة، ولو أن الأمر صعب جدا الآن، ولكن الحقيقة الأمور ممكنة، وهذه صارت في مباراة جنوب أفريقيا وغانا، صارت في مباراة الشهيرة جنوب أفريقيا والسنغال، والسنغال حكم غاني كان الحكم، ولكن بين قوسين يا هيكل جنوب أفريقيا والسنغال آنذاك كانت فاطمة سامورا الكاتبة العامة للفيفا كانت جديدة في الفيفا وكانت بكل ثقلها وضعت كل ثقلها لتعاد المباراة للتحقيق في الحكم لامبتي. واضح واضح الأمور. على كل نتمنى النجاح للاتحاد الجزائري والاتحاد المصري. تقريبا 6 دقائق، 3 دقائق لملف الجزائر و3 دقائق لملف مصر. نمشي لشريف ثم نختم مع حكيم. شريف عبد القادر، الاحتراز المصري، الجميع يتساءل هل هناك أمل؟ الجميع يستند أيضا لمباراة مصر والزيمبابوي، هل بإمكان الاتحاد المصري أن ينجح في إعادة مباراة المنتخب المصري والمنتخب السنغالي؟ نتمنى ان ده يحصل، يعني نتمنى ان ده يحصل والمباراه تعاد، خاصه بعد رحيل كروش، يعني هيبقى عندنا فكر جديد ممكن نواجه بيه السنغال يعني في لو المباراه تعاد. ولكن ما اعتقدش، يعني الامل ضعيف جدا، اعتقد ان الموضوع ممكن يبقى فيه غرامه ماليه وخوض مباريات بدون جماهير للمنتخب السنغالي او للاتحاد السنغالي، لكن يعني امل ضعيف جدا رغم الضغط اللي بيمارسه المسؤولين في مصر، مش اتحاد الكرة بس، يعني مسؤولين عن الرياضة في مصر في محاولة لإعادة المباراة، خاصة بعد الأحداث العنصرية والأحداث الليزر وتعرض حافلة الفريق للتشييم بالحجارة قبل متأخر وصول الفريق. كل دي أسباب يعني أعتقد أنها قد تكون منطقية في إعادة المباراة، ولكن يبقى قرار لجنة الانضباط ولجنة والاتحاد الدولي لكرة القدم. واضح شريف، واضح شريف، الأمور واضحة، وأحييك على المنطقية اللي تحدث بها، لأنه الحقيقة يعني حتى أنا ممكن رأي شخصي الأمل بسيط وبسيط جدا، لأنه صعيب أن تعاد مباراة. تعرف لو تعاد مباراة المباريات يعني حتى القرعة في كأس العالم لكرة القدم يجب أن تعاد، باعتبار التصنيف يجب أن يعاد يعني أيضا، لأنه تدخل مصر وتدخل الجزائر لو إن شاء الله لو وإذا تمنيت، ولكن كل شيء يتغير لحقيقة. لكن حتى الأحداث يعني قريبا ليست بالأحداث اللي ممكن تخليك أنك تعيد مباراة. صحيح أنا أتفق معها، سوف تكون عقوبات إدارية وعقوبات مالية بالنسبة للاتحاد السنغالي، ممكن في خطوة قادمة على أنه لما تكون استعمال الليزر مثلا في مثل هذه المباريات يتم إيقاف اللعب من مراقب المباراة حتى يتم يعني حجب هذه الليزرات في أثناء المباراة. هي قضية مصر مختلفة عن قضية الجزائر، مصر قضية أخرى يعني تتعلق بالأحداث بعد المباراة، أيضا قبل المباراة أحداث الليزر. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.